تاني حاجة مباراة اليوم يعني النهارده كانت مهمة، يعني في عدد كبير من اللعيبة ما بيشاركش بقاله فترة، زي مثلا سعد سمير، حمدي فتحي، وليد سليمان، كلهم مروان، رامي خد في فترات طويلة اللي فاتت. يعني كنا نتمنى كمان محمود وحيد يكون موجود النهارده، لكن امبارح كان حاسس بشوية حاجات كده كتقل، لكن مش إصابة يعني. محمود متولي هو برضه الحمد لله مش إصابة جامدة ولا حاجة، ده حاجة في الخلفية يعني. وطبيعي الحقيقة بعد الوقت الطويل ده إن هو يلعب مباراة، يعني هو بقاله 6 7 شهور بعد الوقت ده، وده طبيعي. طبيعي. كريم نيدفيت النهارده وسعادتنا بتواجده، إن هو ياخد صحيح ربع ساعة، لكن كانت مهمة يعني. طيب الناس برضو بصت على نتيجة المباراة، أنت اتعادلت مع فريق أقل، طبعًا إحنا بنبقى فاهمين الكلام ده كويس، ولكن الناس اتفرجت على المباراة النهاردة من خلال قناة النادي الأهلي، وكانت المباراة بالنسبة لهم شايفينها إن هي يعني قليلة شوية. بص يعني انت في اهداف بتبقى لكل حاجه، يعني المباريات الوديه اهداف اهدافها مهمه قوي انها تتحقق. الاهداف بيبان ده خالص على النتائج، يعني انت بتتكلم على رجوع عدد من اللعيبه، مشاركه عدد من اللعيبه، رؤيه عدد من اللعيبه سواء كان في الصاعدين او مش حتى تحت السن على طول للسن اللي قبله. بشويه كل ده انت عايز تقف على بعض الحاجات وبعض الدرجات عند كل واحد يعني.